أحزنت قلوبنا بوفاة من نحب، وبكت أعيننا لفراقهم، ولا زالت أرواحنا تشتاق لهم، لكننا رضينا بقدر الخالق البارئ، وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، إنهم شهداء العراق الذين رووا أرض المقدسات بدمائهم الزكية. نقف لهم بإجلال، إنه الشهيد البطل الذي ضحى بنفسه، والذي تمنهج على نهج الحسين عليه السلام، محمد مهدي عبود الحيدري الذي نال وسام الشهادة. فالرحمة الأبدية للشهداء الأبرار. أداء المنشد الحسيني أحمد اللامي، المونتاج حسين الخزرجي الكربلائي.